السلام عليكم طلابنا الأعزاء، طلاب المرحلة الثانية في قسم علوم الحياة. معكم مدرس فاتن حسين. درسنا تشريح النبات، ناخذ اليوم المختبر الخامس بعنوان إبيديرمز البشرة. تعريف البشرة: هي نظام نسيجي ابتدائي يوفر البروتكتيف الحماية لباقي أعضاء النبات، سراونز The plant organs، يحيط الأعضاء النباتية مثل الساق، الروت، الليفز إلى آخره. الإبيديرمس البشرة بشكل عام كان بكلاسيفايد according to the number of layers، استنادا إلى عدد طبقات الخلايا. تقسم إلى simple عندما تكون تتكون من one layer، double two layer، multiple عندما تتكون من many layers. ذاك التقسيم استنادا إلى عدد طبقات الخلايا. هنا عندنا تقسيم آخر، الإبيديرمس سيل تايبس، أنواع خلايا البشرة. عندنا أكثر من نوع. النوع الأول هو الأوردينري الاعتيادي، هذا النوع من الخلايا هو الكومون تايبس، هو النوع الشائع. خلايا حية living less differentiated، يعني أقل تمايز، less specialized، أقل تخصص، lack chloroplast، عديمة الكلوروبلاست. النوع الآخر هو الجور سيل أو تسمى الخلايا الحارسة، هذه أكثر تخصص، highly specialized cell. existing pair تكون عادة موجودة بشكل أزواج، كدني شيب، شكلها شكل الكدني يعني الكلية. each pair كل زوج surrounding stomata، يحيط في داخله stomata اللي هي الثغرة، يحتوي على كلوروبلاس. is found only in aerial part، توجد فقط في الأجزاء الهوائية، يعني الثغور بشكل عام النباتية موجودة في الأجزاء الهوائية. شنو وظيفته؟ function regulation the exchange of gases، تنظيم تبادل الغازات، وكذلك photosynthesis و respiration التنفس and transpiration اللي هو الانتقال من الخلايا. نوع الآخر من خلايا البشرة subsidiary cell، الخلايا المساعدة، somewhat specialized، متخصصة إلى حد ما، associated directly with guard cell، يعني دائما subsidiary cell تكون مرتبطة مع وجود guard cell. قد تكون غير موجودة أو غير متمايزة كما في نبات الفيسيا فابر. This cell that found in low epidermal levels، هذا النوع من الخلايا موجود في الطبقات الأدنى للبشرة، and may also found in descending، أيضا قد يتواجد في انخفاضات على سطح البشرة، يسمى في هذه الحالة sunken stomata، الثغور الغائرة أو الغائبة. This case of adaptation، هذا النوع من التأقلم أو التكيف النباتي، يظهر عندما يحاول النبات try to reduce the water loss، عندما يحاول السيطرة على فقدان الماء، يعني النبات يحاول تقليل فقدان الماء في حالات البيئات الحارة أو في حالة ازدياد درجة الحرارة في بيئته اللي ينمو بيها. مثال عليها نبات البانس اللي هو الصنوبر، يعني صاير بشكل غائر للداخل وثم، يعني مو على السطح الخارجي للبشرة كلش لا، وإنما تكون غائرة للداخل. هذا دخول الثغرة للداخل حتى ما تتعرض كثيرا أو بشكل مباشر للحرارة الخارجية، وبذلك تكون حافظت على فقدان الماء. زين، نجي الـ arrangement of subsidiary cell، الخلايا المساعدة المحيطة للجارد سيل، اثنيناتهم subsidiary والجارد سيل ترتيبها راح يعطيني الستوماتال كومبلكس، معقد ثغري. نجي أنواع الستوماتال كومبلكس، استنادا إلى ترتيب السبسيدري والجارسيل راح يكون عندي أكثر من نوع. النوع الأول هو الجرامني تايب، يعني النوع الصولجاني، غالبا هذا النوع من السوماتو كومبلس موجود بالعائلة النجيلية. ناخذ مثال عليه الهوردم اللي هو الشعير، هسه بالصور إن شاء الله تشوفوها وأشرح لكم إياها. النوع الآخر هو الباراسيتيك تايب، يعني المتوازي، راح ناخذه في نبات الريزينس اللي هو الخروع. دايستيك يعني المتعامد، راح ناخذه بنبات الديانثس اللي هو القرنفل. انايزوستيك يعني متباين او غير منتظم، كما في نبات الرفانس اللي هو الفجل. اكتينوستيك الشعاعي او النجمي، كما في الروزة اللي هو ورد الجوري. انوموستيك غير متميز، كما في نبات الفيسيا فابا اللي هو فول الصويا، لا تتميز فيه الخلايا المساعدة. هسه نجي نشوفها. هذا هو النوع الأول، الجرامني تايب.
هذا هو اللي يسمى صولجان، اللي هو الوسط نحيف يكون أو مستدق، والنهاية تكون أعرض. هذا أيضا خلية ثانية جارد سيل، أيضا الوسط نحيف والنهاية مستعرضة. هذا الشكل المستعرض من اللي عريض يعني من الجهتين وبالنص رفيع يسمون صولجان. بالنص هنا هي الثغرة، فتحة الثغرة الستوما، هذه هي الصولجان، هي الخلايا الجارسير، وهذه هي الخلايا المحيطة اللي هي الخلايا السبسيدري المساعدة. باقي هذه الخلايا هي خلايا البشرة الاعتيادية. قلنا في نبات الهورجيوم اللي هو الشعير. باراسيتيك جاية من بارارل يعني متوازي، هنا حتكون هذه هي الخلايا الجارسير، قلنا اللي كدني شيب شكلها كلوي، تكون محاوطة لستوماتا اللي هي هنا فتحة الثغرة. الكدني شيب هنا او الجارد سيل هنا هسه اشوفها بالطول، كذلك السبسيدري سيل ايضا بالطول، يعني اثنينهم متوازيين، اثنينهم بخطين متوازيين، لذلك سمي باراسيتيك تايب. كما في نبات الخروع قلنا هسه عندنا هذه الجارد سيل، وهذه ايضا بالطول مثلها السبسيدري سيل. النوع الاخر هو الدياسيتيك متعامد، هنا حتكون عندنا الجارد سيل بشكل عمودي والسبسيدري سيل افقي، فراح يكون عندي خط متعامد، لذلك سميت المتعامد دايسيك تايب. كما في نبات الداينثس اللي هو القرنفل. النوع الاخر هو انايزو سيتيك تايب، يعني النوع المتباين في نبات الرفانس اللي هو الفجل. عادة هنا تكون السبسيدري سيل ثلاث خلايا مساعدة متدرجة بالحجم، هذه هي الجارد سيل، هذه هي الخلايا المساعدة المتباينة بالحجم، حجم صغير ثم شوية أكبر ثم أكبر. هنا بالسلايد عندنا هذه الجارد سيل، هذه خلية سبسيدري صغيرة متوسطة أكبر. النوع الآخر هو الأكتينوسيتيك اللي هو الشعاعي أو النجمي في نبات الروز اللي هو الجوري. هنا الخلايا الجارد سيل، الخلايا السبسيدري تكون متراصة كأنه منتظمة مترتبة بشكل زهرة أو بشكل نجمة حول الجارد سيل. هنا هذا ساعدنا بالسلايد، هذه الجارد سيل وهذه هي الخلايا بشكل شعاع أو نجمة تحيط بالخلايا الجارد سيل. النوع الآخر هو الأنوموسيتيك تايب، هذا النوع غير متميز، غير متمايز. أنوموسيتيك من الأنون يعني الغير معروفة، غير متمايزة. هسا عندنا هذه الجارد سيل، الخلايا المحيطة السبسيدري غير محددة لا بحجمها ولا حتى بعددها. هسه احنا بنشوف هنا بالسلايد، هسه هذه الخلايا المحيطة ما تقدر تميز شكلها ولا تقدر تميز عددها ولا تقدر اصلا تميز هل هي تابعة للأوردينري برايمري سيل، يعني هل هي تابعة لباقي النسيج ولا هي سبسيدري. فبما انه ما عرفناها هي بالضبط، شكلها غير واضح بالضبط، فاذا هي الانوموسيتيك تايب في الفيسيا فافا اللي هو فول الصويا. نوع الاخر من انواع الابيديرمز هو الموتور سيل، الخلايا المحركة. هذا النوع من الخلايا حية، حجمها كبير، بلاستيد فري، عديمة الأسيدات، ثين وول، جدران رقيقة. هنا شنو وظيفتها؟ ستور ا لارج اماونت اوف ووتر، تخزن كميات كبيرة من المياه. اند بلاي ان امبورتنت رول ان ريدوسينج ووتر لوس، وتلعب دور مهم في تقليل فقدان الماء. هذا هو شكلها. هسه هذه طبقة البشرة ابيديرمز، هذه طبقة البشرة متكونة من كم طبقة؟ من one layer، لذلك نسميها simple or unicellular epidermis. يعني هسه هذا السلايد بيه الموتور سيل وبأيضا نوع طبقات البشرة. هذه الخلايا الكبيرة بالحجم هي خلايا الموتور سيل، تحتفظ بأكبر كمية ممكنة من الماء، وبنفس الوقت تحافظ على عدم فقدان كميات الماء. ليش نسميها موتور؟ هذه الخلايا إذا فقدت كميات ما راح تنكمش وتصغر، لما تصغر هذه الجوانب راح تنحني. هذه طبعا هذا مقطع في ورقة بالزيامايس الذرة، مقطع من الليف الورقة، فهذه الخلايا قلنا لما تفقد ماءها راح تنكمش وتصغر، هذه الجوانب راح تنعقف منا ومنا، فمن كأنه الورقة تحركت سبب هذا الفقدان، لذلك سميت موتور سيل. نوع الآخر من خلايا الإبيدرمز هو الليثوسايت، هذا النوع بيك سيل كونتين سيستوليث كريستال، أخذناه بالمختبر السابق اللي هو من مكونات النون ليفينج، مكونات غير الحية في الخلايا. هذا هو شكله، أخذته بالمختبر السابق.
هذا السلايد أيضا يحوي مؤشرين أو نوعين من اللي درسناه. النوع الأول هو هسه هذه عندنا طبقة البشرة، لاحظوا متكونة من كم طبقة من الخلايا، إذن هي من نوع المالتيبل أو المالتي سيريت إبيديرمس. هذه العينة أو السلايد مأخوذ مقطع من ورقة نبات الفايكس اللي هو التين. هسه هنا عندنا طبقة البشرة متعددة، وأيضا عندنا نوع آخر من خلايا البشرة اللي هو الليثوسايت اللي يحتوي على سيستوليك كريستال. نوع آخر من أنواع خلايا البشرة هو الترايكومز، الشعيرات. الشعيرات هي أساسا امتداد لخلايا البشرة. It's one of epidermal appendages، يعني زوائد من البشرة. They have many types and function، لها عدة أشكال وعدة وظائف. ممكن تقسيم ترايكومز can be divided into groups. الشعيرات بشكل عام تقسم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى non glandular يعني غير غدية أو لا غدية، ومجموعة أخرى هي glandular الغدية، يعني الشعيرة تكون حاوية على الغدة. النان جلانجولار راح ناخذ لها عدة أنواع. النوع الأول هو البلتيت يعني الدرعي، كما في نبات الأولية اللي هو الزيتون. النوع الآخر هو البوينتد يونيسيلولار يعني المستدقة النهاية وحيدة الخلية، كما في نبات الماض والخباز. بوينتد مالتي سيلولار يعني بوينتد يعني كأنه نهايتها كأنه هي مؤشر، ومالتي سيلولر يعني متكون من أكثر من خلية، كما في نبات الهيليانثس اللي هو دوار الشمس. النوع الآخر اللي هو ستيليت يعني نجمية، يوني سيلولر يعني أيضا وحيدة الخلية، نجمية وحيدة الخلية، كما في نبات الماثيولا اللي هو المنثور. هسه راح نيجي نشوفهم واحدة واحدة. هذا النوع البلتيت الدرعي يعني الدرع اللي درع الفرسان، هذا الشكل، هذا المقطع الجانبي سايد فيو، تكون حاوية على عنق، هي خلية واحدة، هاي من خلية البشرة ممتدة، لهذا نسميها يعني وحيدة الخلية. هذا العنق، هذا الدرع. التوب فيو يعني المنظر السطحي هيش حتكون بشكل درع، كما في نبات الأوليا اللي هو الزيتون. هذا النوع البوينتد يوني سيلولر أو نسميه يوني سيريت هير يعني شعيرة مفردة ناتجة من خلية واحدة بسيطة. هسه هذه هي طبقة البشرة، هذه خلية عادية في البشرة، تكون اكو زوائد امتداد من نفس الخلية يكون لي شعرة. هسه هذه شفافة غالبا او عديمة اللون، شعيرات النباتات، كما في نبات المالبا اللي هو الخباز. هذا النوع الاخر البوينتد مالتي سيلولر، بوينتد يعني مستدقة النهاية او بشكل مؤشر، مالتي سيلولر يعني متعددة الخلايا. هسه هذا الشكل، وذاك كان من خلية واحدة هي ممتدة، هذا لا، أكثر من خلية مستدقة النهاية، لذلك تسمى pointed، كما في نبات الهيليانثس اللي هو دوار الشمس. نوع الآخر stellate unicellular، خلية واحدة نجمية أو شعاعية. هسه هذه عندنا خلية واحدة لكن متفرعة النهايات، لذلك تنطيني شكل النجمي. هسه هذه أيضا بالسلايد خلية واحدة لكن متفرعة من النهاية، تنطيني الشكل النجمي، كما في نبات الماثيولا المنثور. بما الترايكونز بشكل عام مجموعتين جلانديولار ونن جلانديولار. الجلانديولار وظيفتها سكريشن فانكشن يعني الإفرازية، لأن يعني هي غدية، إذا أكو غدة إذا تحتوي على مواد إذا وظيفتها إفراز. أيضا بها نوعين من الأنواع، النوع الأول هو الكولترز يعني المتجمعة، كما في نبات الروزة اللي هو الجوري، والستينجينج هير يعني اللاسعة، كما في نبات الأورتيكا اللي هو الحريق. بس نجي نشوفهم، هذه بشكل عام الجلانديولار هير، لما نشوفها تحت المجهر ما تكون شعيرة مستدقة النهاية مثل الشعيرات السابقة شفناها، وإنما تكون نهايتها حاوية على يعني ما يشبه الكرة، ما يشبه الكرة لأن هي أصلا غدة وظيفتها خزن المواد، قد تكون بنهاية الشعيرة أو قد تكون عند قاعدة الشعيرة. هذا الرسم المخطط للتوضيح لهم لما نجيب لكم رسم. هذا النوع الكولترز اللي هو المتجمعة، هيك يكون شكلها بالمنظر الجانبي، وهذه صورة أكبر، متجمعة غدية متجمعة. النوع السينجينج هير لاسعة، قلنا في نبات أورتيكا اللي هو الحرة، هذه تكون الغدة عند قاعدة الشعرة، عند قاعدة الشعر.
تكون الشعرة نفسها مستدقة النهاية، في نهايتها تكون معقوفة الشكل، هذا يسمى هوك، معقوفة الشكل. هذه عادة بالنباتات الشوكية، هذا المعقوف الجزء النهائي المعقوف شنو فائدته؟ هذا لما يجي حيوان يتماس مع هذا النبات كنوع دفاعي من النبات، يعني النبات متكيف وصار عنده حالة دفاعية ضد الكائنات المحيطة به، لما يتشلب بالجسم الحيوان أو الإنسان هذا الجزء المعقوف راح ينكسر، لما ينكسر راح تفرز المادة الموجودة بداخل الشعيرة، سواء كانت مادة حارقة مادة سامة حسب طبيعة النبات. هذه صورة توضيحية. هسه هذه عندنا هي نفس الشعيرة الودية، هنا لدي يوضح لما ينكسر هذا الجزء المعقوف شلون تنتشر المادة، فإذا تكون ملامسة لحيوان أو إنسان حتكون حارقة أو سامة حسب طبيعة النبات، فتلقائيا الحيوان راح يبتعد عنها لأن هي حتكون مؤذية إلى، ما عدا الوخزة مالتها أكو أيضا مادة حارقة فتكون مؤذية إلى فيبتعد عنها. لهنا انتهى مختبرنا اليوم، أي سؤال احنا حاضرين سواء بالكلاس روم أو بالمختبر إن شاء الله منتجونا، وشكرا جزيلا للجميع.